I wish you all enjoy the day. I think the teachers as well, the staff members are enjoying it as much as you do. And I want to thank the grade 8 students for their participation as well, the girls. Boys and girls, just one more thing. Who remembers the value of the month? Patriotism and loyalty. What does it mean to be patriot to your country? You're loyal, you're supportive to your country, you love your country. You support it by being committed to improve your country. You're going to be the leaders of the future. Yes! I hope you enjoy the day, and always remember, behave yourself. You're responsible about your behavior. Let's have a great day today. Enjoy. أطلب من الجميع لو سمحتوا الوقوف للنشيد الوطني وكل الطلاب كلنا نغني وننشد النشيد الوطني يلا يا عزيز ناشونال أنثم تفضلوا والآن مع آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب سيف من الصف السادس فليتفضل نسمع يا شباب نسمع يا بنات نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا يا سيف جميعنا الآن نحيي الطلاب اللي راح يقدمون لنا الفقرات من الابتدائي والمتوسط والثانوي أحلى صفقة أسمع يلا احلى صفقة اسمع فيها سر هالبلد فيها سر هالبلد والسر فيها بعد الله بهلها الطيبين من عمر أهلها من عمر دوم يدعون لها كل صلاة كل صلاة وكل حين الله أكبر يا شعب مهما يصير محفوظ من رب السماء المولى القدير على كثر ما مر ما عمره يتأثر الله أكبر يا الكويتي وآكم أنت كبير
سلك البلد فيها سلك البلد والسر فيها بعد الله أهلها طيبين من عمرك أهلها من عمرك لهم يدعون لها كل صلاة كل صلاة وكل قصتكم شنو يشبهكم منو فوقها الطيبة ذهب جمال وعز شنهو مو حلو كل شي حلو ما أدش هالديرة إلا وقلبي فز اللهجة العسل تاخذ العقل هالشعب إدمان هالديرة ولع الكويت تعترف حبها مختلف واللي يسافر ما نشوف لو رجع فرحة غالية نجمة عالية هذه أمانية الكويت الكويت سلام يا دار سلوى ومن سكن فيها سلام يا شيخ الشيوخ اللي حضن داره اللي باقت عليها ما يخليها بعيونها الشعب الكويتي وحبه اختاره سلام يا دار سلوى ومن سكن فيها سلام سلام يا شيخ الشيوخ اللي حضن داره اللي باقت عليها ما يخليها بعيونها الشعب الكويتي وحبه اختاره سلام 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 أميرنا فخر وشعبنا ذخر الكويت يفتخر بشيخنا صباح ويا كويت يا ديرة الأحرار يا كويت يا درة الأقطاع يا كويت يا عزوة للجار يا كويت يا ديرة الدادي هذا فبراير شهر سعيد والشعب يفرح قريب وبعيد 25 العهد الجديد 26 الكويت صلوا على النبي ديرة الخير والمجد نبي هذه الكويت صلوا على النبي ديرة
سند سيدي نواف ما مثل أبد، هو سندنا هو وجه سعد للمعالي في فعله صعد. يا ولي العهد يا الحر القيادي، يا ولي العهد يا الحر القيادي، هذه الكويت صلوا على النبي ديرة الخير والمجد لبي. احلى صدقة اسمع نسمة الهواء الله يخليها لنا، مثل النسمة الهواء الله يخليها لنا، اما الكويت ولا فلا دام عزك في وسط القلب قدرك يا روح وقلب شعبك، نحبك نحبك يا كويت والله نحبك يا كويت. الفقرة نسمع مسرحاب لو سمحتوا هدوء. شكر كبير للألمنتري الميدل هاي سكول ستودنتس بيرفورمانس، بيج راوند اوف ابلوز، ويل دان، يو لوك اميزنج، يور بيرفورمانس واز جريت، ثانك يو. في نهاية هذه الفقرة أرجو أنها تكون حازت على إعجاب الجميع، وقبل لا أنهي طبعاً أشكر مديرة المدرسة مس سمر ديزمان، أسمع أحلى تصفيق، وأشكر مس